السلام عليكم. يتوقف نجاح أو فشل أي جماعة منظمة من الأفراد، سواء كانوا يعملون في شركات اقتصادية خاصة أو في مؤسسات الدولة أو حتى منخرطين في فرق رياضية، على أمر عظيم ومهم يتمثل في القيادة. إلى طرح مجموعة من التساؤلات: ما المقصود بالقيادة؟ ما هو الفرق بين القائد والمدير؟ وما هي أهم صفات القائد الناجح؟ ببساطة، تعرف القيادة على أنها القدرة على التأثير على المرؤوسين وجعلهم يقومون بما يطلب منهم لتحقيق هدف ما. وبالتالي حتى تكون هناك قيادة يجب توفر ثلاثة عناصر: القائد والمرؤوسين والهدف. القائد هو الذي يحدد الهدف ثم يؤثر على المرؤوسين لجعلهم يقومون بما يطلب منهم لتحقيق ذلك الهدف. القائد يؤثر على المرؤوسين بالاعتماد على مجموعة من القوى، منها القوة الشرعية المرتبطة بالمنصب الرسمي للقائد، قوة المكافأة كوضع الحوافز المادية والمعنوية، قوة الخبرة والمهارة التي يتمتع بها القائد، بالإضافة إلى قوة الإعجاب بشخصية القائد. هل القيادة فطرية أم مكتسبة؟ والسؤال الأكثر شيوعاً في موضوع القيادة تجيب عنه نظرية الجرس. سميت بنظرية الجرس لأن المنحنى البياني الذي يمثلها هو على شكل جرس. 2% من البشر يولدون قادة بالفطرة، في المقابل 2% من البشر فطرياً لا يمكنهم القيادة. النسبة المتبقية 96% من البشر، أي أغلبية الناس، يمكنهم تعلم واكتساب وممارسة القيادة. في وقتنا المعاصر يفرق علماء الفكر الإداري بين القائد والمدير، أي لكل واحد منهما مميزاته وقدراته ومهاراته. القائد يقول نحن، المدير يقول أنا. القائد يركز على الحاضر والمستقبل، والمدير يركز على الحاضر يوم بيوم. القائد ينشر الأمل والحماس والإيجابية في فريقه، بينما المدير ينشر الخوف والذعر والسلبية بين مرؤوسيه. القائد يقول هيا نذهب للعمل ويبادر بنفسه لحل المشاكل، المدير يقول اذهب للعمل ويلوم مرؤوسيه على المشاكل. القائد يتحمل مسؤولية فشل فريقه، والمدير يحمل فشله لفريقه. القائد يعتمد على الإبداع في التسيير، بينما المدير يعتمد على التقليد. القائد يطور وينمي قدرات فريقه، المدير يستغل مرؤوسيه ويعرقل تطورهم. القائد يجعل المؤسسة عبارة عن هيكل لها روح وقلب وعقل، بينما المدير يجعل المؤسسة عبارة عن هيكل جامد فارغ يعمل وفقه.